الآن سوف نمر لتطبيق كيفية حساب المسافة بين نقطة ومستقيم. مثلا نعتبر النقطة A ذات الإحداثيات 1 جوز 0 والمستقيم دلتا دو التمثيل البارامتري دونك دلتا دو التمثيل البارامتري X كتساوي 1 زائد تي إكراك كتساوي 1 ناقص تي زيت كتساوي تي حيث تي كينتمي الأخ. دوك سؤال رقم 1 تحقق أن سي ذات الإحداثيات 1 1 0 تنتمي إلى دلتا. سؤال رقم 2 أحسب دي المسافة ما بين أ والمستقيم دلتا. دوك سؤال رقم 1 دوك تحقق أن سي كتنتمي لدلتا. دلتا عطاونا التمثيل البارامتري ديالو يعني هاد إكس إكراك زاد غنعوضهم بالإحداثيات ديال سي وخص يخرج لي نفس تي يعني نعوض إحداثيات سي في التمثيل البارامتري لدلتا دونك هاد إكس إكراك زاد غنعوضهم بواحد واحد زيرو عطاتك واحد كتساوي واحد زائد تي واحد كتساوي واحد ناقص تي زيرو كتساوي تي هنا غتعطيني تي كتساوي زيرو هنا غتعطيني تي كتساوي زيرو وهنا غتعطيني تي كتساوي زيرو يعني نفس تي ومنه سي تتنتمي لدلتا. السؤال رقم 2 احسب دونك حساب دي بين ا والمستقيم دلتا. قلت لكم باش نحسبوا المسافه بين نقطه ومستقيم ضروري هذا المستقيم يعطيوني نقطه كيمر منها والموجهه يعني مثلا باش نحسب المسافه ما بين هذه النقطه ا وهذا المستقيم دلتا خصني شي نقطه كيمر منها راه قال لك السي كتنتمي لدلتا يعني انه يمر من السي يعني المستقيم دلتا يمر من السي والمتجهه الموجهه هي اللي كتكون مضروبه في التمثيل البارامتري يعني الاحداثيات ديالها راه هما 1 ناقص 1 1 يعني المتجهه الموجهه U راه الاحداثيات ديالها هما هادو 1 ناقص 1 1 ناقص 1 1 دونك الا بغيت نحسب بغيت نطبق العلاقه المسافه ما بين او دلتا كتساوي المنظم على المنظم وهنا جداء المتجهين اش كندير كندير المتجه الموجهه يعني U U وهنا اش كندير كناخذ هذه النقطه A والنقطه الثانيه كتنتمي للمستقيم يعني هي السي يعني ها كيفاش كنحسبوا المسافه هي AC متجه U مقسوم على U دابا خصني احداثيات اسي دونك احداثيات اسي عند الاحداثيات اكس سي ناقص اكس ا واحد ناقص واحد هي زيرو واحد ناقص جوج هي ناقص واحد زيرو واحداثيات او هي واحد ناقص واحد واحد دونك غادي نحسب او عفوا اسي متجه او كتساوي المحددة سويفون اي ناقص المحددة سويفون جي زائد المحددة سويفون ك دونك المحددة ديال اي ندرك هادي تعطيك اي ناقص واحد ناقص واحد زيرو واحد هنايا زيرو واحد زيرو واحد هنايا زيرو واحد ناقص واحد ناقص واحد دونك عطيك هي ناقص اي زائد زيرو جي هذا ناقص زائد ك زائد ك زيرو ناقص زائد ك دونك المنظم ديال ا سي متجه او كتساوي جذر مربع ناقص واحد او كاري زائد زيرو او كاري زائد واحد او كاري اللي كتساوي جذر جوج والمنظم ديال او كيساوي جذر مربع واحد او كاري زائد ناقص واحد او كاري زائد واحد او كاري ليا جذر ثلاثة يعني أن المسافة ما بين أ و دلتا كتساوي المنظم ديال أ سي متجه أو مقسوم على المنظم ديال أو كتساوي جذر جوج على جذر ثلاثة لإزالة الجذر من المقام نضرب هنايا في جذر ثلاثة والفوق جذر ثلاثة الفوق هي جذر جوج مضروبة بجذر ثلاثة على جذر ثلاثة أو كاري
اللي هي جذر 6 على 3. دونك ها كيفاش كنحسبوا المسافة بين نقطة ومستقيم.